عندما تتفكر وتقرأ في كتاب الله عز وجل ورضوان من الله أكبر، عندما تقرأ قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وتتأمل كيف أنه في لحظة مخاطبته للمسرفين على أنفسهم لم يتبرأ منهم، نسبهم إليه، قال يا عبادي. ما هذا الكرم؟ كيف يعاملنا هذا الرب؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم انتبهوا سيأتيكم العذاب لا تقنطوا من رحمة الله عندكم إن الله يغفر الذنوب جميعا. عندما تمر على حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يخبرك فيه أن ربك جل جلاله ينادي في كل ليلة من آخر الليل، هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من ذي حاجة؟ عندما تعلم أن الله يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده في النهار ليتوب مسيء الليل، عندما تتفكر فقط في أحوالك مع الله، كم مرة أذنبت لو فضحني أمام الناس لن يسلم علي أحد، كم مرة سترني، كم مرة أنقذني في هذه المواقف، هذه معاني تبعث في قلبك، تحرك في قلبك معنى الشوق إلى هذا الرب الكريم الذي يعامل بهذا الإحسان. عندما تقرأ أنه في الكتب القديمة جاء أن البحر يستأذن الله عز وجل في كل يوم صبيحة كل يوم أن يغرق الناس العصاة، والسماء تستأذن الحق عز وجل أن تطبق عليهم، والأرض تستأذن الله عز وجل أن تنشق فتبتلعهم، فيقول الله عز وجل للسماء وللأرض وللبحار وللمحيطات إنكم لم تخلقوهم ولو خلقتموهم لما قلتم هذا. تعرف نظرة الأم إلى الإبن عندما يخطئ أو يسيء ويأتي الناس يعاتبونها، ابنك عمل كذا، لماذا لا تعملي معه كذا، ابنك قد تغضب عليه، قد تتضايق، لكن لو رأت العالم كله قد أصبح يذم ابنها يتحرك معنى الحب في قلبها، تقول دعوني وابني، أنا أتصرف مع ابني. ولله المثل الأعلى، لما جاء أحد الصحابة رضي الله عنهم ونظر مع بقية الصحابة في المعسكر، نظروا إلى امرأة فقدت طفلها في المعسكر وأخذت تبحث عنه، أم فقدت الطفل ورأوا الطفل وهو يقبل، بعد مدة أيام الأم تبحث عن الطفل والطفل يبحث عن الأم، فجاء الطفل الصغير يكاد يتعثر في مشيته، لما نظر إلى أمه ركض إليها، ولما نظرت الأم إليه ركضت إليه، فلما التقيا وتعانقا والأم تبكي والطفل يبكي لم يبقى أحد من سادات الصحابة إلا وبكى. فلما بكى الصحابة رضي الله تعالى عنهم نظر النبي إليهم وقال ما الذي أبكاكم؟ قالوا حنانة هذه الأم على ولدها. قال أترونها ملقية ولدها في النار؟ قال لا يا رسول الله. قال الله أرحم بكم من هذه بولدها. عندما نستشعر هذه البداءة، هذا الاستباق من الله بهذه المعاملة الراقية، ألا نحب هذا الرب؟ ألا نشتاق إليه؟ كان بعض الصالحين من أهل الحبشة قدم على بعض السلف وقال له يا شيخ، قال نعم، قال أو يغفر الله لي فاحشة ارتكبتها جرما؟ قال نعم إن تبت وصدقت. فشكر الله وظهرت آثار الفرح على أسارير وجهه، ثم مشى خطوات ثم رجع وقد تغير وجهه، فقال له ذلكم العالم عالم من السلف ما الذي حصل؟ قال أو كان ينظر إلي عندما كنت أعصيه؟ قال نعم، فصرخ صرخة خر ميتا من ساعته بسببها. أتعرفون ما الذي جرى لهذا الرجل؟ الرجل كان في بداية الأمر مشغول بقضية هل سأدخل الجنة أو سأدخل النار، ولا يوجد مؤمن يستهين بقضية الجنة والنار، لكن الرجل لما سكن روعه من قضية الجنة والنار بأن الله سيغفر له إن تاب، استيقظ في داخله معنى أعمق وأعلى وأرقى وأكبر وأدق، وهو معنى المعاملة مع الله، معنى هو كان ينظر إلي وأنا كنت أفعل كذا وكذا. أيضا معنى آخر، سترني، كان في الإمكان وهو قادر أن يفضحني على رؤوس الأشهاد ومع ذلك سترني. مسألة أخرى، استمر يواصلني بنعمه
الأب وهو أب والأم وهي أم. إذا استمر الإبن في الأذى والمخالفة والعصيان يأتي وقت يقول خلاص لست بأبيك، تقول لست بأمك، إذا هات السيارة التي اشتريتها لك، أنت لا تستحق، يسلبه النعمة التي أعطاه إياه. لكن رب العزة لا زال يعطيك وينعم عليك ويتفضل، وهو مع ذلك يكرمني ويمهلني وأنا لازلت عصيه. اسمع، ويجعل الناس تحسن الظن به. يدخل أحدنا إلى المجلس فيرحب به أصحابه ويهشون في وجهه وربما يظنون الخير فيه، وربما مررت على بعض الناس وقال لك ادعو لي. حق المؤمن المتيقظ إن قال له أحد من الناس ادعو لي أن يشعر بالخجل، أن يشعر بمعنى الندم هذا. وعبد يعلم أن هذه الحياة القصيرة منتهاها إلى ساعة يقف فيها وحده بين يدي ملك الملوك، يخاطبه وحده بغير ترجمان ولا واسطة، ويوقفه بين يديه ويقول له عبدي، أتذكر يوم كذا ساعة كذا، يوم أن أغلقت على نفسك الأبواب واستترت من أعين خلقي واستحييت من نظرهم إليك، وواجهتني بما لا يرضيني بالعمل، أين كان نظري منك؟ عبدي، لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ عبدي، أستحييت من خلقي ولم تستحي مني؟ عندما يوقفني بين يدي ويقول لي عبدي، أوجدتك من العدم، وافضت عليك النعم، أكرمتك بلا إله إلا الله، نشأت عليها، تدهدهك عليها أمك وترضعك عليها، وتفتقت مداركك عليها، ثم نشأت وقمت متقويا مستقويا بما أعطيتك من نعم وبما أودعتك من خيرات، واشتريت على مخالفتي، كيف واجهت نعمي؟ هل أديت حق شكرها؟ هل وظفتها فيما يرضيني عنك؟ هل طلبت قربي في هذه الأيام التي أبحتها لك؟ جاء في بعض الروايات أن الملك يستأذن المولى بكتابة المعصية فيقول له الله تعالى تمهل لعل عبدي أن يتوب، لعل عبدي أن يرجع ويتوب، لعل عبدي أن يتوب، لعل عبدي أن يرجع ويتوب إليه.